بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الأعزاء، إن شاء الله سوف نكمل معكم الدرس الثالث من الباب الثالث، المتطابقات المثلثية لمجموع زاويتين والفرق بينهما. الدرس الثالث شباب بيتكلم على متطابقات المجموع والفرق. هنقسمها إلى متطابقات المجموع والفرق إلى 6 متطابقات، 3 في المجموع و3 في الفرق. ساين A زائد B بيساوي ساين A كوزين B زائد كوزين ساين. احفظها بسرعة، ساين كوزين كوزين ساين نفس الإشارة. طب لو بصينا على ساين الفرق، ساين كوزين كوزين ساين، مفيش اختلاف يا أستاذ، إيه اللي حصل؟ السالب معاها سالب والموجب معاها موجب. طب الكوزين يا شباب، كوزين A زائد B كوزين كوزين ناقص ساين ساين، لاحظ هنا الموجب بقت سالب. طيب بالنسبة لي كوزين A ناقص B كوزين كوزين ساين ساين، الإشارة انعكست بقت موجب. إذا سهل حفظه يا شباب، الساين تبقى ساين كوزين كوزين ساين، والكوزين كوزين ساين ساين، مع الساين نفس الإشارة، مع الكوزين عكس الإشارة. تان A زائد B بيساوي تان A زائد تان B على 1 ناقص تان A ضرب تان B. لو لاحظنا الناقص، تان A ناقص B، تان A ناقص تان B على 1 زائد تان A ضرب تان B. هتلاحظ هنا البسط موجب، المقام سالب، هنا البسط سالب المقام موجب. هنلاحظ برضو يا شباب ان احنا هنا في هذه الانواع من الاسئلة ان احنا هنحول الزاوية الموجودة الى مجموع او فرق زاويتين مشهورتين من الزوايا اللي احنا درسناها في الصف الثاني الثانوي، وهي ال 30 وال 45 وال 60 وال 90 وال 180 وال 270 وال 360. هتحاول تفك الزاويه الموجوده الى اما جمع زاويتين من الزوايا ديت او طرح زاويتين. طيب نشوف مثال. دون استعمال الاله الحاسبه، اهو بيقول لي دون استعمال الاله الحاسبه اوجد قيمة الدقيقة لكل مما يأتي. زميلنا هيقول ساين 15 ستة، اضغط على ساين واكتب 105، هيطلع لي على طول الناتج وانتهت المسألة. أنا ما قلت هنا دون استعمال عشان لو وقعت في تحصيلي أقدر أتعامل معاها. طيب هنفهم كده يا شباب، ال 105 سامع طالب يقول يا أستاذ هفكها إلى 60 زائد 45 هي نفسها 105، وال 60 مشهورة وال 45 مشهورة. هندخل على قانون ساين A زائد B، هنفكه الى ساين كوزين كوزين ساين. طيب هنا هنستدعي المثلثين المشهورين اللي احنا عارفينهم يا شباب، المثلث ال 30 ال 60 والمثلث ال 45 عشان اعوض بدون استعمال الاله الحاسبه. طيب هحتاج الى ساين 60، ادي على المثلث ال 30 ال 60، الساين 60 مقابل على وتر يعني جذر 3 على 2. طيب كوزين 45 ادي على المثلث ال 45، الكوزين مجاور على وتر يبقى جذر 2 على 2، زائد كوزين 60 ادي على ال 60 في المثلث ال 30 ال 60 مجاور على وتر يعني 1 على 2 اهي بنص، ضرب ساين 45 يا شباب. هنلاحظ ال 45 هنا الساين مقابل على وتر يعني جذر 2 على 2. اذا دول انتهى، بمجرد معوض ابدأ أصفي المسألة. جذر 3 في جذر 2 بجذر 6، و2 في 2 ب 4 يا شباب، 1 ضرب جذر 2 بجذر 2، و2 في 2 ب 4، المقام موحد لا تختصر، يبقى جذر 6 زائد جذر 2 على 4 وانتهت المسألة. حضراتكم عاوزين تتأكدوا اضغط بالآلة ساين 105 هيطلع الناتج جذر 6 زائد جذر 2 على 4. نشوف ب كوزين سالب 120، واحد هيقول يا أستاذ أنا عندي هنا الكوزين سالب 120 هخليها 60 ناقص 180 صح. طب طالب تاني هسمع بيقول لي يا أستاذ أنت اديتنا إن الكوزين سالب سيتا، كوزين سالب سيتا بتساوي إيه؟ بتساوي كوزين سيتا، وبالتالي يا أستاذ أقدر أقول ديت ممكن أكتبها كوزين 120، يعني تصير 180 ناقص 60 صح يا ولدي؟ ما أقدرش أقول لك فيها شيء. طيب نبدأ نعوض بالقانون، كوزين كوزين اعكس إشارة ساين ساين. محتاج منك إيه أنت دلوقتي؟ المثلث ال 30 ال 60 جبت استدعيته أهوت عشان أعوض بقيم كوزين 60 وساين 60. طيب وهستدعي كمان دايرة الوحدة يا شباب، لو نتذكر دايرة الوحدة ديت
عندي هنا النقطة 1 و0، 0 و1 سالب 1 و0، 0 وسالب 1، والزوايا عندي المشهورة الحدودية 0 و90 و180 و270 و360. بالنسبة لإحداثي إكس يمثل الكوزين، والإحداثي واي يمثل الساين. طب يا حضرات، كوزين 60 من هنا مجاور على وتر، يعني بنص يا أستاذ. طب كوزين 180 يا حضرات، قلنا كوزين 180 يمثلها الإحداثي إكس يعني سالب 1، عوضت عنها بسالب 1، زائد ساين 60 أستدعيها من المثلث هذا، الساين مقابل على وتر جذر 3 على 2. في ساين 180 أدي على 180 الإحداثي واي يمثل الساين يعني قيمتها بصفر. صفر ضرب أي حاجة بصفر يا شباب، سالب 1 في نص هيطلع الناتج بسالب نص. تحقق من فهمك ساين 15. سمع طالب بيقول 15 ديت عندي يا استاذ ممكن افكها من الزاويه المشهوره 45 ناقص 30 15، واحد ثاني يقول والله لا يا استاذ انا خليها 60 ناقص 45، وكلاهما صحيح. طيب ساين 60 ناقص 45 افكها ساين كوزين ناقص كوزين ساين. طب انا محتاج هنا المثلث ال 30 ال 60 يا استاذ عشان ال 60 وال 45 عشان ال 45 استدعيهم. جبناهم هم. تعال نعوض ساين 60 زي ما حضراتكم قلتوا المقابل على الوتر بجذر 3 على 2، عاوز كوزين 45 بيساوي المجاور على الوتر جذر 2 على 2 ناقص كوزين 60 مجاور على وتر يعني بنص. ساين 45 يا شباب هيساوي جذر 2 على 2. دور المثلثات راح، اذا هنبدا نعوض ونبسط المساله. جذر 3 في جذر 2 بجذر 6، 1 في جذر 2 بجذر 2 والمقام 4. ننتقل الى السؤال 1 ب. كوزين سالب 15 طالب حملها 45 ناقص 60، ولو طالب كتبها 60 ناقص 45 كلامه صحيح. افكها يا شباب، كوزين كوزين اعكس اشاره ساين ساين، نستدعي المثلثات ونعوض. تعالى يا كوزين 60 انت بكام؟ مجاور على وتر يعني نص. طب انت يا كوزين 45 مجاور على وتر. هتلاحظ ان الكوزين 45 والساين 45 مثلث متطابق الساقين، وبالتالي يا شباب هتكون الساين بتساوي الكوزين. طيب ساين 60 بجذر 3 على 2 ضرب جذر 2 على 2، اذا دور المثلثات انتهى. ابدا عمليه حسابيه عاديه خالص، ضرب جذر 2 على 4 زائد جذر 6 على 4، هيطلع جذر 6 زائد جذر 2 على يا شباب على 4. طيب الفكره الثانيه من الدرس، اثبت صحه المطابقات الاتيه. كوزين 90 ناقص ثيتا بتساوي ساين ثيتا. انا عندي هنا الطرف الاكثر تعقيدا مين؟ كوزين 90 ناقص ثيتا. هنبدا نفكه يا شباب عن طريق متطابقه الفرق، كوزين كوزين زائد ساين ساين، وبالتالي يا حضرات هتحتاج استدعاء مين؟ دايره الوحده فقط. طب انت يا دايره الوحده محتاج منك مين؟ ال 90. كوزين 90 بكام يا شباب؟ قلنا الاحداث اكس بصفر. طيب وكوزين ثيتا تنزل زي ما هي، عندي ساين 90 بواحد في ساين ثيتا، دايره الوحده دورها انتهى. نبدا نقول صفر في كوزين بصفر انتهت، واحد ضرب ساين بكام يا شباب؟ بساين بتساوي الطرف الايمن، وانتهت المساله. السؤال الثاني، ساين ثيتا زائد باي على 2 بيساوي كوزين ثيتا، الاكثر تعقيدا الايسر يا استاذ. نفكه، ساين ايه زائد بي، ساين كوزين كوزين ساين نفس الاشاره. طيب هتحتاج استدعاء مين يا استاذ؟ دايره الوحده. واحد يقول لي منين دايره الوحده؟ ما هي باي على 2 احنا اتفقنا اللي هي 180 على 2 يعني ب 90. يعني هحتاج الى كوزين 90 وساين 90. طب كوزين 90 حافظينها بكام؟ بصفر. وساين 90 بكام؟ بواحد. خلاص انت روح يا دايره الوحده وتعال نصفي المساله، ساين ضرب صفر بصفر، وكوزين ضرب واحد بكوزين ثيتا، اعتقد الطرف الايمن كوزين، ووصلنا الى نهايه المساله. طيب تعالوا يا حضرات نشوف تحقق من فهمك، اثبت ساين 90 ناقص ثيتا بتساوي كوزين ثيتا، نفس الفكره. هنفك الساين 90 ناقص ثيتا، قانون الفرق بين A وB، ساين كوزين كوزين ساين الاشاره نفسها. طب احتاج استدعاء دايره الوحده، ساين 90 بكام؟ بواحد، الساين اللي هي واي، والكوزين اللي هي، طيب كوزين 90 بصفر، صفر بساين بصفر، اذا الاجابه كوزين ثيتا يا استاذ بتساوي الطرف الايمن. طيب تعالوا هنا المساله 3 ب، تان باي على 4 زائد ثيتا، 1 زائد تان ثيتا على 1 ناقص تان ثيتا. طب عشان اثبت دي امسك الطرف الاكثر تعقيدا، اقدر افك القانون تان اي زائد تان بي على 1 ناقص تان اي في تان بي، مكان الاي باي على 4، مكان البي ثيتا وضعتهم، محتاج الى تان 45 يا شباب،
والتان 45 يا حضرات بجيبها من المثلث ال 45 التان مقابل على مجاور، يعني جذر 2 على جذر 2 بواحد. خلاص؟ 1 زائد تان سيتا، وبرضه دي 1 ضرب تان سيتا بتان سيتا، وبكده انتهت المسألة. وإلى هنا قد انتهينا من الدرس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.